سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من إن قرأت رواياته أو قصصه قلت إنه أديب، وإن قرأت اسمه سابقا في جريدة العالم قلت إنه صحفي، وإن سبق أن لمحته في أحد اجتماعات حزب الاستقلال قلت إنه سياسي محنك. هو كل هذا، حتى أن البعض كان يتساءل كيف كان يجد الوقت لكل ذلك. نهزت حياته 100 عام، استغل كل تفاصيل أحداثها في كتاباته، فكتب في مجالات شتى بخاصة الأدب، فلا غرابة أن لقبه البعض إذن بعميد الأدب المغربي. في هذا البورتري نتذكر صاحب المعلم علي ودفن الماضي، إنه الرائد عبد الكريم غلاب. وولد عبد الكريم غلاب بمدينة فاس ذات يوم من عام 1919. درس في البدء بكتاب لحفظ القرآن، ثم التحق بمدرسة سيدي بناني قبل أن ينتقل عام 1932 إلى جامعة القروي حيث أتم دراسته. غلاب ولد ونشأ في فترة حرجة من تاريخ المغرب في أوج الاستعمار، وإذا كان لاحقا قد اعتبر أحد أبرز الأعضاء في حزب الاستقلال، فلأنه انخرط في النضال به منذ إنشاء كتلة العمل الوطني عام 1933. أواخر ثلاثينيات القرن الماضي سيشد غلاب الرحال إلى القاهرة عاصمة مصر، حيث سيلتحق هناك بكلية الآداب التي سيتخرج فيها مجازا في الأدب العربي عام 1944. كانت هذه المرحلة فارقة في حياة غلاب، ذلك أنه درس على يد عميد الأدب العربي طه حسين، ثم بعد أن ختم مشواره الجامعي اشتغل ما بين عام 1945 و 1947 أستاذا في المدارس الثانوية المصرية. أسس غلاب رفقة زملائه المغاربة في القاهرة آنذاك رابطة باسم رابطة الدفاع عن مراكش، المغرب كما يسميه المشارقة، كانت تطالب باستقلال المغرب. ثم عام 1947 انعقد بذات المدينة مؤتمر المغرب العربي الذي ترأسه الأمين العام للجامعة العربية آنذاك عبد الرحمن عزام. المؤتمر انتخب يومها عبد الكريم غلاب أمينا عاما له، وعنه انبثق مكتب المغرب العربي الذي أسهم من جهته في الكفاح في سبيل استقلال المغرب وتونس والجزائر. وفي نهاية 1948 قرر غلاب توديع أرض الكنانة والعودة إلى المغرب، حيث سيشتغل صحفيا. اتولى رئاسة مجلة رسالة المغرب الثقافية، وعمل بالموازاة محررا بجريدة العلم إلى حين توقيفهما بقرار من الإقامة العامة الفرنسية عام 1952. بعد استقلال المغرب كان غلاب من الرعيل المؤسس لوزارة الخارجية، إذ عمل بها في ظل وزارة أحمد بلفري، عمل لم يغره كثيرا، فاستقل منه وعاد ليترأس تحرير جريدة العلم وإدارتها عام 1960. لم يترك غلاب هذه المهنة بشكل نهائي إلا عام 2004 وبضع سنين، حين عين وزيرا للشؤون الإدارية ثمانينيات القرن الماضي. كان غلاب من مؤسسي النقابة الوطنية للصحافة المغربية عام 1961، كما انتخب أول أمين عام لها، وظل كذلك يعاد انتخابه إلى غاية عام 1983. بالمناسبة غلاب شغل أيضا منصب نائب الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب من 1965 إلى 1983. العمل الصحفي مع ذلك لم يجعل غلاب يهادن العمل السياسي، فقد ترشح وانتخب عضوا بمجلس النواب من سنة 1977 إلى سنة 1984،
ممثلا عن سيدي البرنوطي الدار البيضاء، ثم مرة ثانية من 1993 إلى 1997 ممثلا عن مدينة سلا. لا شك في أن أكثر ما عرف به غلاب كان إسهاماته الكتابية، فقد كتب في مجالات شتى كالدراسات الأدبية والفكرية والسياسية والإسلامية، وكاد الأدب ممثلا في الرواية والقصة القصيرة. بدأ غلاب في نشر محاولاته في الكتابة عام 1936 حين نشر أول مقال له في مجلة الرسالة بالقاهرة، ثم منذ 1947 لم يرفع قلمه عن الورق كمحترف. فقط أعمال غلاب 70 مؤلفا، يضيق المقام عن ذكرها كلها، مع أنه يعترف بأنه في الأدب يتأخر قليلا مقارنة بالتجارب التي جايلته. فأول رواية كتبها والحديث هنا عن 7 أبواب نشرها وهو في سن 40، بل ومرت عدة سنين قبل أن ينشر مجددا رواية المعلم علي ودفن الماضي، وليس انتهاء بأهم رواياته شروخ في المرايا عام 1994. كل هذه الروايات فاجت بجائزة المغرب للكتاب. رواية المعلم علي أيضا درست في المدارس الثانوية في بلدان عديدة، كما هو الحال في المغرب ولسنين عديدة، كما أن منظمة الثقافة العربية قد اختارتها من بين أفضل 105 رواية عربية نشرت عبر التاريخ. جل أعمال غلاب قد ترجمت إلى لغات أخرى. يعتبر بعض المهتمين أن روايته كتبت عنها أكثر من 50 أطروحة في مختلف الجامعات المغربية. بالمناسبة كان عبد الكريم غلاب من مؤسس اتحاد كتاب المغرب، وقد انتخب من ضمن مؤتمره الأول عام 1961 عضوا في لجنة الكتابة قبل انتخابه رئيسا للاتحاد لثلاث ولايات من 1968 إلى 1976. كان أيضا نائب رئيس اتحاد أدباء العرب بين عام 1968 و 1981، وعضوا في الأكاديمية المملكة المغربية منذ إنشائها، وعضوا في مؤسسة دار الحكمة بتونس، وعضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية ببغداد. بعدما ناهز 100 عام من الحياة رحل عبد الكريم غلاب في 14 من غشت 2017 بمدينة الجديدة، تاركا وراءه إرثا أدبيا صحفيا وسياسيا دون اسمه في سجلات التاريخ كأحد أبرز أدباء المغرب المعاصر.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.